عندك المايك تمام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إشراقة فضائية جديدة في هذه الليلة المباركة. موضوعنا هذا اليوم موضوع مهم، وضيفنا ضيف جميل وخبير. موضوعنا هو عن علاج الإمساك لدى الأطفال، وضيفنا هو الدكتور حسن اللواتي، وهو ذو سيرة ثرية جدا. فهو خريج كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، اختصاصي صحة الطفل بمجمع بوشر التخصصي الصحي، وهو فوق أنه طبيب مميز فهو كاتب مميز أيضا، وذو أسلوب سلس وساحر في الكتابة وفي الحديث. وأنا متأكد أن جميع من سيستمع وينصت له في هذه الليلة سوف يستمتع جدا بحديثه، ولا غرابة في ذلك. فالدكتور حسن مهتم في الفلسفة وضليع فيها، ومهتم بعلوم الفيزياء، وهو في الحقيقة كان مصدر من مصادر إلهامي. كيف لدكتور ولطبيب أطفال أن يكون ضليعاً في الفلسفة وفي الفيزياء؟ وهذا يدل على شغفه بالعلم والمعرفة. ولقد ألف كتاب بعنوان المصمم الأعظم، قدم فيه قراءة نقدية لكتاب ستيفن هوكينج التصميم العظيم، وأنا أنصحكم أيها الأعزاء بقراءة هذا الكتاب. في هذا الكتاب قام دكتورنا وضيفنا العزيز الدكتور حسن أبو ميثم بإبراز المغالطات المنطقية التي وقع فيها ستيفن هوكينج. فبينما هو كان يدعي أن الفلسفة ماتت، هو يبني استنتاجاته كلها على قواعد فلسفية. كتاب شيق جدا وممتع، أنصحكم جميعا بقراءته. في البداية أشكركم جميعا على حضوركم أيها الأعزاء، وأقدم شكر خاص لضيفنا العزيز الدكتور حسن اللواتي أبو ميثم على قبوله الدعوة والتفضل بمشاركتنا كثير من خبراته في هذا البرنامج. شكرا لك دكتور حسن، وحياك الله معنا. أهلا وسهلا أبو علي، مشكور، شكرا جزيلا على هذا التقديم الرائع والذي كان من حسن ظنك وفيه مبالغة كثيرة وفوق ما أستحق. لا أبدا يا دكتورنا العزيز، بل لم أوفك حقك. الله يخليك. نشكر الإخوة على حضورهم واستماعهم ومشاركتهم لهذا الموضوع الذي أعتبره من المواضيع المهمة جدا و الأساسية في صحة الطفل، للأسباب التالية. لماذا هذا الموضوع مهم؟ من الأسباب، أولاً لأنه إمساك، مشكلة الإمساك لدى الأطفال هي تشكل 4% من زيارات عيادة الأطفال في أي مكان. حيثما ذهبت في عيادات الأطفال ستجد أن جزء مهم من الزيارات وتكرار الزيارات يكون بسبب الإمساك. السبب الثاني هو أن هذه الحالة تخلق لدى الأبوين حالة من الإحباط الشديد والألم الشديد، لأن رؤية الطفل وهو يتألم في أوقات مختلفة من اليوم، بالذات في نصف الليل أو أي وقت من اليوم، أوقات اللي تكون فيها بعيد عن المستشفى والأطباء، يسبب نوع من اليأس لدى الأبوين. وشفتها، تشوفها في عينهم يعني. وخصوصا أنه السبب الثالث الذي يزيد من هذا الإحباط أن الأبوين يترددون على عدة عيادات وعدة مستشفيات،
وكل مرة يتم علاج الطفل بشيء من الأشياء في الحالة التي قد تفيد جزئياً قد تفيد كلياً لفترة معينة مؤقتة ثم تعود المشكلة. وشفنا بعيننا بعدة حالات أن الأبوين مع حالتهم المادية المتوسطة أو الضعيفة يضطرون إلى أخذ قروض والاستدانة والسفر للخارج لعلاج هذه المسألة والتحمل العائلة نفقات وأعباء كثيرة. بالرغم السبب الرابع أنه بالرغم من أن هذه المسألة أنا أسميها من السهل الممتنع، يعني علاج الإمساك لدى الأطفال أغلب حالات الأطفال الذين لديهم إمساك عندما نعالجهم خلاص تنتهي المشكلة معهم وتعود حياتهم للوضع الطبيعي بشكل جيد، ولكن بشرطها وشروطها. هذا اللي راح نتكلم عنه خلال المحاضرة، أنه ما هو الفارق الذي يحتاج أن نفعله لكي يتجنب الطفل وأبواه تكرر على العيادات والتكرر الزيارات لأقسام الطوارئ وإلى آخره. فهذه مسألة مهمة جدا. يعني أول شيء، ما هو الإمساك؟ كيف نعرف موضوع الإمساك عند الأطفال؟ الاعتقاد الشائع لدى كثير من الناس أو أغلب الناس هو أنه الطفل لابد أن يذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة يوميا، بحيث أنه لو تأخر يوم أو يومين أو ربما 3 أيام عن الذهاب للحمام فإن هذا يعتبر إمساك. وهذا التعريف غير صحيح حقيقة، لأنه عدد مرات الذهاب للحمام أو الحاجة للذهاب للحمام تختلف من شخص لآخر وتختلف حتى من عمر لآخر. فبينما ترى أن الأطفال الرضع الذين هم معتمدون على الرضاعة الطبيعية أو الصناعية ربما يعني تحتاج تغير لهم الحفاظ 5 مرات في اليوم، أو ربما بعد كل رضعة تحتاج تغيير الحفاظ، في نفس الوقت ربما أطفال في عمر آخر كل 3 يوم يذهب للحمام ويكون مرتاح كذلك ما في أي مشكلة عنده. فإذا كان عدد المرات التكرار هذا الفريكونسي للذهاب للحمام ليس هو تعريف الإمساك، إذن ما هو تعريف الإمساك؟ كيف نشخص ذلك؟ الإمساك خلينا نقولها بطريقة مبسطة، إذا كان الطفل عنده انتفاخ في البطن. دكتورنا حبذا لو ترفع الصوت قليلا. إن شاء الله. أوكي، الحين واضح أكثر؟ أكثر الآن. نعم، إذا صار عنده انتفاخ في البطن بسبب تجمع الغازات، أو إذا صار عنده تعسر في عملية التبرس، إنه يذهب للحمام ويجلس 5 دقائق 10 دقائق يحاول بتعبيرنا الدارج يتعصر، يبذل جهد كبير لكن بدون فائدة، يعتبر إمساك. أو إذا كان الطفل يتبرز لكن مع وجود ألم أثناء التبرز، أو إذا كان هناك قطرات من الدم تخرج أثناء مع البراز، فهذه كلها تعتبر من حالات الإمساك. طبعاً لابد أن ندرك أن القناة الهضمية هي عبارة عن سلندر، عبارة عن أنبوب طويل في البالغين يصل إلى 6 أمتار في الطول، وفي الأطفال يكون كذلك يعني طول لا بأس به. فمرور الغذاء من البداية من الفم إلى النهاية يستغرق وقت، وبالرغم من أنك قد تعتقد أن ما تأكله اليوم هو نفسه الذي يعبر القناة كاملة فهذا غير صحيح، لأنه قد يستغرق أيام من البداية إلى النهاية في هذا الممر. ولذلك مسألة أنه الذهاب كل ثاني يوم أو كل 3 يوم لا يعتبر من الإمساك. تمام، الآن ما هي أنواع الإمساك؟ هل هناك أنواع مختلفة للإمساك، أنواع جوهرية أساسية؟ نعم،
عندما نقول أنه أغلب حالات الإمساك قابلة للعلاج بالبساطة بالطريقة البسيطة، فنحن نقصد الإمساك الوظيفي الذي نسميه بالمصطلح الإنجليزي functional constipation، وليس الإمساك الجراحي أو الإمساك الخلقي التركيبي. نوعان من الإمساك بشكل عام: إمساك بسبب أسباب خلقية جراحية تستدعي تدخل جراحي، وإمساك بأسباب وظيفية. يعني وظيفية معناته أن كل شيء خلقيا صحيح ومناسب، ولا يوجد أي تشوهات خلقية لدى الطفل في الجهاز الهضمي، ولكن بالرغم من ذلك وظيفة الجهاز الهضمي لم تؤدى بطريقة مناسبة وجيدة، وربما غير ناضج الجهاز الهضمي بالدرجة الكافية. الإمساك الجراحي هذا نوع ثاني ما رح نتكلم عنه، لأنه أولاً يتبين وجوده لدى الطفل من أول كم يوم في من بعد الولادة. إذا كان هناك انسداد في المستقيم أو انسداد في المخرج عنده، أو إذا كان عنده مشكلة مرض نوع يسمى هيرشتون ديزيز، الذي هو عدم وجود خلايا عصبية معينة في الجزء الأخير من القناة الهضمية، والذي يؤدي إلى انتفاخ القولون وتراكم البرازينال، هذا من الأسباب الجراحية التي تتبين ويتم تشخيصها من البداية. يعني لعل الطفل قبل أن حتى يخرج من المستشفى أو بعد خروجه يرجع مرة ثانية من بعد الولادة بفترة بسيطة، ويتم التعرف عليه من خلال الأطباء والجراحين الأطفال، جراحي الأطفال، ويتم التعامل معه بالشكل المناسب. هذاك الجزء ما رح نتكلم عنه، نحن نتكلم عن الطفل الذي ذهب إلى المنزل ومر على شهور وكل شيء تمام عنده، ثم مع مرور السنة الأولى أو السنة الثانية أو الثالثة لحد عمر المدرسة حتى، يعني يكون صار عنده مسألة المشكلة في التبرز ومشكلة الإمساك. هذاك نسميه الإمساك الوظيفي functional constipation. هذا النوع هو الذي نتعامل معه في العيادة الخارجية الأطفال بشكل عام. عرفنا أننا نتعامل مع وظيفة الإمساك هذا. جاءنا الطفل مع الأبوين، السلام عليكم، عليكم السلام، ما هي المشكلة؟ مشكلة أن الطفل يعاني من الإمساك. طبعا نسأله أسئلة كثيرة، أنه عدد المرات وكيفية الصعوبة والآلام والدم والانتفاخ البطن وغذاء الطفل اللي يأخذه، ما هو طريقة التغذية ونوعية المحتوى التغذية، أسئلة كثيرة. ثم نقوم بعمل فحص عيادي بسيط للطفل، نتحسس البطن عنده، نشوف إذا في انتفاخ عنده، إذا في كتل واضحة من اللمس، نبدو أحيانا تبدو كتل البراز الصلب موجودة في هذا. إذا أحس الطفل، إذا طبعا قبل ما أكمل لابد أن أقول لكم أحد الأشياء، أنه ما الذي يجعل مشكلة الإمساك عويصة لدى كثير من العوائل وربما كثير من الأطباء نفسهم في الرعاية الصحية الأولية؟ لماذا يحتاج الطفل أنه يذهب لعدة عيادات قبل أن يتم تحويله إلى أخصائي الأطفال وبالتالي التعامل معه بالشكل المناسب؟ مشكلة الإمساك علاجها تحتاج إلى ما يسمى بالأوركسترا، إلى تدخل ذي عوامل عديدة. لا يمكن أن تعالج عامل واحد، هناك 4 أو 5 عوامل لابد أن تعالج كلها في وقت واحد وبالطريقة المناسبة حتى تتجنب مسألة أنه العلاج يكون غير كافي. كثير من الأحيان يكون الطفل ما أخذ العلاج الصحيح لكن بجرعة غير صحيحة، أو ربما ما أخذ العلاج الصحيح بالجرعة الصحيحة ولكن لفترة غير صحيحة، أو ما أخذ العلاج الصحيح بالجرعة الصحيحة للفترة الصحيحة لكن ما أخذ العلاجات المصاحبة الأخرى التي يلزم أن تكون موجودة مع العلاج الأساسي، بحيث أن العلاج الوحيد ذاك ما يكفينا. لذلك لابد أنك تهاجم المشكلة وتاكلت، يعني تتعامل مع المشكلة من عدة جوانب في وقت واحد مثل الأوركسترا. ما ممكن تعزف
أداة واحدة وموسيقية وتقول أنه عملت مقطوعة. لا، لابد أن يكون هناك عدة تدخلات من جوانب مختلفة راح نتكلم عنها، على أساس نقول أنه هذه المشكلة راح تعالج عند الطفل ويستمر العلاج ويستمر الطفل بحالة جيدة. وأول مشكلة تكون عند الأطفال اللي هي قد تكون انسداد في مو انسداد، إنما تراكم البراز في القناة الهضمية السفلية. يعني تخيل، دائما أنا أضرب الأمثلة للتوضيح للعائلات، لأن الأمثلة هي أقرب الطرق لشرح المقاصد الطبية هذه. تخيل هناك شارع بين نقطة ألف والنقطة باء، شارع تمر فيه سيارات من النقطة ألف إلى النقطة باء. تخيل الآن أن هناك حادث بين الشاحنتين في النقطة باء، وهناك شرطي مرور واقف وراء الشاحنتين ويؤشر للسيارات الأخرى: تحركوا يا جماعة، لا تعطلوا الشارع، تحركوا يا جماعة، لا تعطلوا الشارع. جيد، لكن أصلاً إذا الشارع منسد في شاحنتين منقلبات على الطريق، كيف ممكن السيارات البقية تمشي؟ ما في فائدة من هذا الموضوع. أنت أولاً لابد أن تزيل الانسداد من الشارع، ثم تطلب من السيارات الأخرى أن تتحرك. فإذا أنت جالس تعطي دواء مسهل للطفل على أساس أنه تخلي البطن يمشي، وإذا هو نفس الوقت عنده تراكم البراز في القناة الهضمية السفلية في القولون أو المستقيم السفلي هناك، فما ممكن علاج ينفع. كل اللي راح تعمله أنك راح تزيد من عناء الطفل، راح تزيد من معاناة الطفل حقيقة. وهذا اللي يصير، أنه يجون عندنا يكون أوكي، ما أخذين الدواء الصحيح، ما أخذين الجرعة الصحيحة، لكن ما في فايدة. وإيش المشكلة؟ هل يعني لما تعمل الفحص العيادي وربما تحتاج تعمل أشعة سينية للبطن، وهذه اللي غالبا أعملها على الأقل في الزيارة الأولى، يعني يبدو لك من خلال الأشعة، يظهر لك من خلال الأشعة وجود كمية كبيرة من البراز المتراكم المتصلب الذي صار على شكل دوائر وكرات في القناة الهضمية السفلية، وعامل نوع من الزحمة هناك. فأقول للأبوين أول شيء ما في داعي للقلق، خلينا نتعامل مع الموضوع خطوة بخطوة وأراويهم الأشعة. لابد أن الأبوين، طبعا دائما أكرر أنه الأبوين علاجهم يكون قبل علاج الطفل. صحيح أن المريض هو الطفل، لكنك تبدأ بعلاج الأبوين، لأنه إذا الأبوين ما فاهمين المشكلة ولا زال يعانون من القلق والاضطراب والإحباط، الطفل ما راح يوصل له أي من أدويتك، ما راح يعطي له أدويتك حد ثاني. في النهاية هم الأوصياء على الطفل، هم اللي يعطون الدواء. فإذا أنت ما قنعت الأبوين، ما في فايدة أنك تعالج الطفل أصلا. لابد أن تشرح لهم، أحيانا تجلس معهم لنصف ساعة تشرح لهم الميكانيكيات والآليات وتقول لهم أنه هذه هي المشكلة وهذا هو التشخيص وهذا هو العلاج، وبدون ذلك ما ينفع. فأخذ الأشعة وأراويهم إياها، أقول لهم شوفوا هذه الدائرة وهذه الدائرة وهذه الكتلة وهذه الكتلة وهذه، شايفين النقاط الفلانية كذا في الأشعة، هذه كلها براز متراكم عند الطفل. وما في فايدة أنه أنا أعطيهم علاج عادي وأقول لكم روحوا البيت بالتالي، لا ما رح يمشي الموضوع كذي. زين، شنو الحل في القضية هذه؟ الحل هو أنه نعمل تنظيف للقولون السفلي، إزالة البراز المتراكم في القولون السفلي. كيف نعمل إزالة البراز المتراكم في القولون السفلي؟ طبعا هنا يختلف إذا كان الطفل أقل من سنتين أو أكثر من سنتين. أقل في كل الأحوال إحنا نعطي له حقنة شرجية، لكن نوعية الدواء اللي نستخدمه في الحقنة الشرجية لمن هم أقل من السنتين مختلف عن الدواء اللي نستخدمه لمن هم سنتين فما فوق. فبالنسبة للي هم سنتين فما فوق نستخدم ما يسمى بالفوسفات إنيما، الحقنة الشرجية الفوسفاتية، والدواء قوي وفعال، تحقن الطفل بإما 33 ملي أو 66 ملي أو 133 ملي من الدواء في عبر فتحة الشرج، وهذه تعملها في العيادة نفسها في غرفة الممرضات تعملها.
وتحقن الطفل وتنتظر على الموضوع 10 دقائق والطفل رح يروح يقول بعد ذلك أنا أحتاج أروح للحمام على أساس أنه يفرغ. يروح للحمام وهو الطفل يتفاجئ باللي يخرج والأبوين يتفاجئوا باللي يخرج يقول كل هذا كان داخلك، كل هذا كان موجود وإحنا ما ندري من وين طلعت كل هذا يعني. إنزين وهذا اللي رح يصير يعني. فهذه هي الخطوة رقم 1 في الموضوع. طبعاً لابد أن ندرك أنه هناك سايكل، هناك حلقة مفرغة. إذا تجمع البراز في الـ في الـ في القولون السفلي وصار تصلب لأن القولون وظيفته امتصاص الماء من البراز، من البراز من المحتويات، وكلما تم امتصاص الماء أكثر كلما تصلبت وازدادت صلابة الكثافة المحتويات، كلما زاد بقاؤه في الأكثر في الفترة أطول في القولون كلما صار أكثر صلابة، ولما يصير صلب فمروره من خلال فتحة الشرج يسبب ألم ويسبب جرح، شق صغير في المخرج هناك عنده في فتحة الشرج نسميه بالإنجليزي فيشر، فيشر إينو. هذا الشق الصغير مؤلم جدا للطفل، يعني غير عن ألم الانتفاخ وألم الغازات وألم المساك نفسه، يصير له ألم محلي ثاني لوكل في نفس فتحة الشرج عند الطفل، وربما يؤدي إلى نزيف قطرات من الدم، قطرات تكون باللون الأحمر الفاتح تكون. لأن الحين الطفل يتعلم أنه أنا كلما أتبرز أولا صعبة وثانيا حتى مع الصعوبة هذه يسبب لي ألم شديد، فالنتيجة شويش؟ النتيجة أنه يتجنب الذهاب للحمام، وحتى لما توديه للحمام هو بنفسه يمسك نفسه بنفسه، حتى لو كان البراز يريد يطلع الطفل يعمل إمساك إرادي بنفسه بإرادته يمسك نفسه، لأنه يحاول يتجنب الألم اللي يحصل من فتحة الشرج والشق اللي فيها الصغير هذا. وإذا تجنب راح يزيد الإمساك وراح تزداد صلابة المحتويات، وبالتالي راح يتسفش السيركل، يعني دائرة مفرغة في النهاية تؤدي من السيء للأسوأ للأسوأ. لذلك لابد أن تكسر هذه الدائرة، وما لم تكسرها ما راح تعيد، الأدوية ما راح تنفع، حتى لو كانت الأدوية الأخرى نافعة ما راح تؤدي لذلك، لأن الطفل راح يقاوم العلاج. إذن ما هو العلاج لهذا الموضوع؟ وهذا على فكرة في 90% من الحالات يتم الغفلة عنه. كثير من الأحيان بعض الزملاء يغفلون عن نقطة الشق الصغير الموجود على فتحة الشرج والذي يسبب الألم الحاد الشديد للطفل، وبالتالي يعني يتفاجئون ليش العلاج ما ينفعين. والحل تبعه بسيط جدا جدا جدا، وهو أنك تعطي مخدر موضعي على شكل جل، ليجنوكين جل ولا لايدوكين جل، يكون مخدر موضعي مثل المخدر الموضعي اللي يحطونه على اللثة أطباء الأسنان قبل ما يحقنونك بالمخدر بالإبرة، يعني عادة يحطون للأطفال جل على اللثة تخدير اللثة، وبالتالي ثم يحقنون اللثة بالمخدر عن طريق الحقنة وما يتألم الطفل يعني. فكذلك نفس هذا المخدر تستعمله على فتحة الشرج في المكان اللي فيه الألم 10 دقائق قبل ما تحط له أي أدوية عن طريق أو أي حقن شرجية أو أي تحميلات أو أي أو حتى قبل ما يروح الحمام في البيت يعني. 10 دقائق تعمله هذا الجل قبل الموضوع وتتركه، وبعد ذلك توديه للحمام. فهذا التخدير الموضعي يبرد المكان، يخليه شوية الطفل يرتاح، ما عاد الذهاب للحمام والتبرز كابوس، لأنه هذا كان يعمله كابوس حقيقة، كابوس إنه الذهاب لهناك والألم. وبعض الناس اللي عندهم بواسير مؤلمة يدركون مثل هذا الألم اللي يصير لهم يعني، لأنه نفس المشكلة تصير عندهم في نفس المكان. فلما تعمل هذا الجل خلاص ارتحنا من مسألة الألم الإرادي الحاد هذا اللي يصير والمقاومة اللي صار عند الطفل. الطفل يسمح لك تعمل الحقنة الشرجية اللي تريدها أو التحميلة اللي تريدها، أو حتى لو كان في البيت وكان وقت الحمام يذهب للحمام وما عنده مانع إنه يتصرف بشكل طبيعي بدون أي مقاومة وبدون أي عناد.
فهذا ما لم تكسر هذا الجزء من الحلقة المفرغة ما رح يصير أي شيء ثاني. كل الكلام الثاني نقوله ما منه فايدة. طبعا هذا الموضوع الجل استخدامه من 10 إلى 14 يوم في النهاية، لأنه الشق الصغير مصيره يلتئم. إذا تم علاج الإمساك بشكل كامل فهذا الشق خلاص رح يلتئم وينتهي، وبالتالي ما تحتاج تكمل المخدر الموضع أكثر من أسبوع أسبوعين بالكثير يعني. تمام، فعملنا هذا، إذا كسرنا هذا الموضوع وعطينا له الحقنة الشرجية وراح الطفل للحمام وفرغ اللي عنده. طبعا أحد الأسباب الثانية لما قلنا إنه في شاحنات في الطريق عامل انسداد للشارع وبالتالي ما في حد يقدر يطوف يمشي، هذه أحد المشاكل. المشكلة الثانية التي تنشأ من تراكم البراز في القناة الهضمية السفلية، إن القناة الهضمية هي قناة عضلية، ولما يتراكم فيها يعني أصلا القناة هذه فيها نوع من الضغط الداخلي، تنشن، يكون تنشن يعني الضغط على الموضوع. هذا الضغط له وظيفة، لأنه كلما زاد الضغط على القناة الهضمية السفلية في منطقة المستقيم يصير عند الإنسان إحساس بالرغبة بالذهاب للحمام وإدراك أنه أنا لابد الحين في خلال 15 دقيقة الجاية أروح للحمام، وصلوني بأي طريقة لأقرب حمام يكون الطفل يقول لك، لأنه هناك في مستقبلات أعصاب تنقل المعلومات من المستقيم إلى الدماغ وتقول له يا دماغ أنه في مشكلة في الموضوع ذاك، الطفل لازم يوصل للحمام. فهذا التنشن ضروري، وجود هذا الضغط ضروري على أساس أن الطفل يدرك أنه أنا الآن أريد أذهب للحمام. عندما يتراكم البراز في الصلب في داخل القناة الهضمية السفلية كنوع من التعويض، القناة الهضمية السفلية تبدأ تتوسع شوية، تصير باقي، تصير نوع من مثل القربة كذي يعني، أنه تعطي مجال للبراز المتراكم، تعطي مجال للتراكمات اللي تصير. الحين هذا التوسع الخفيف اللي يصير الباقينس هذا اللي يصير في الموضوع يؤدي إلى تراخي الضغط وانخفاض الضغط في داخل المستقيم والقناة الهضمية السفلية. هذا اللو بريشر لو تنشن اللي يصير يفقد الطفل الإحساس بوجود شيء في المنطقة هذه، ويفقد الرغبة في الذهاب للحمام. أصلا يقول لك أنا ما محتاج أروح للحمام، ما في لي شيء، على أساس أروح للحمام؟ ما يطلب منك حتى لو عنده تراكم، ما يطلب منك، لأنه صار الموضوع أيام وأيام ربما أسابيع وخلاص تعود عليه يعني. مثل ما أنت أول شيء تحط الكمة ولا الغترة ولا شيء تحس بوجودها، بعد 5 دقائق تفقد إحساس بوجودها. فإذا صار هذا الشيء صار مشكلة ثانية. المشكلة الثانية هي شنو؟ إنه الطفل لما ما يريد يروح الحمام إيش اللي يصير؟ ينزل براز جديد من فوق عبارة عن سائل، ويصل لمرحلة البراز المتجمد اللي مثل الكرات الصلبة وتصير نحالة. نرجع لمثال الشارع اللي كنا نعمله، تصور الحين هناك في حادث وفعلا في شاحنات وسيارات منغلقة ومزدحمة والشارع متسكر وما في حد قادر يطوف، بس في نوع واحد من المركبات يقدر يطوف بكل سهولة بالرغم من كل هذه المشكلة. أي نوع من هذه المركبات؟ اللي هو الدراجات النارية. الدراجات النارية ما تحتاج إلى كثير عناء عشان تعبر بين السيارات، شاحنات ماكو شاحنات، سيارات ماكو سيارات، الدراجات النارية ما هم منها تمشي ومتوكل على الله. كذلك البراز السائل اللي ينزل من فوق واللي بعده ما تم تجفيفه في المستقيم، ما تم تجفيفه وتكثيفه في القناة الهضمية السفلية، لا زال بعده لين ومائي، يوصل لمنطقة التراكمات يقول ما مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، تراكمات ما مشكلة، لأنه يتسرب من خلال بين الكتل البرازية الصلبة، وبالتالي يصل إلى فتحة الشرج ويخرج ويعمل التلوث، يعمل توسخ للملابس الطفل، يصير له سويلينج هذا اللي نسميها، او بالمصطلح الطبي انكوبريسيس، اوفر 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 فلو انكوبريسيس، يعني السلس البراز اللي يصير هنا. اذا كانت العائله مصابه باحباط سابقا فهي الحين تصاب باليأس،
إذا كان عائلة حزينة راح تصير عائلة محبطة. إحنا كنا نشتكي من الإمساك، صار عنده سلس، الطفل جالس يفقد القدرة على التحكم بالبراز، معناته أنه عنده مشكلة جراحية، مشكلة معناته أنه هذاك الدكتور ما يفهم، والمستشفى المستشفيات المحلية ما تعرف تشخص الموضوع، لا بد نروح لتايوان، نروح للهند، نروح لإيران، نروح لمعرفين لأوروبا، على الأقل إحنا عندنا يروحون شرق آسيا، ربما عندكم يروحون لأوروبا إذا يعني حسب اختلاف القدرات المادية. فيصير نوع من الهلع البانيك، يعني إنه شنو قاعد يصير؟ ما معقولة إنه كل يوم مرتين ثلاثة نروح ننظف ملابس الطفل من هذا الشيء، والطفل هذا إذا كان في سن المدرسة تخيل في الصف الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، وفي أثناء الحصة يصير نوع من الرائحة أو نوع من الإحراج، إحراج شديد الطفل، وينكمش الطفل ويبدأ يخاف يروح للمدرسة، يخاف يطلع من البيت، يخاف يشارك بأي مسابقات أو أي أنشطة، ويخاف يروح يزور عائلته الكبيرة، يعني لأنه كذلك الأبوين يخافوا يطلعوا أي مكان، ما عارفين يتصرفوا معه، ويصير نوع من الإعاقة هذه العائلة كلها يعني. والحل والموضوع بسيط أصلاً، والموضوع سببه بسيط، مش جراحي، ولا أنه عنده تشوهات خلقية في القولون، ولا هم يحزنون، مسألة أنه إمساك. بالعكس أحياناً وتم بالفعل تمت إحالة بعض الأطفال لي من قبل أطباء الرعاية الصحية الأولية بشكوى الإسهال المزمن، محولين الطفل أنه هذا الطفل عنده إسهال مزمن. لما أجي أخذ التاريخ الطبي من عند الأبوين وأشوف الموضوع أقول لهم يا جماعة، أنا راح أقول لكم كلمة راح تستغربون منها وما راح تصدقوني ربما للوهلة الأولى، لكن trust me، ثقوا فيني اللي أقول لكم هو صحيح. ابنكم أو بنتكم لا يعاني من الإسهال المزمن، يعاني من الإمساك المزمن. نعم، أنت بوعيك ولا مو بوعيك يعني يا دكتور، أنت صاحي ولا ما صاحي؟ إحنا جايين نشتكي من الإسهال المزمن، قول لنا إمساك مزمن، مثلا هذا اللي قاعد يطلع شنو عيل؟ أقول لهم لحظة لحظة، لا تستعجلوا علي، صبركم علي، هذا أشرح لهم مثل ما شرحت لكم، أخذ ورقة وقلم وأرسل لهم شارع وسيارات، وأقول لهم إنه هنا في حادث وانسداد وسيارات ما تقدر تعدي، ودراجات نارية جالسة تعدي من الموضوع وتتسرب بدون إحساس الطفل، وفي توسع في القناة الهضمية السفلية المستقيم عنده وما قادر يعني يحس بيه، ما في تنشن. أعمل لهم شرح للباثوفيزيولوجي كاملة وكأنهم طلب الطب، يعني أعطيهم هذا الكريدت، حقيقة يستحقون هذا الصبر والعناء، يستحقون هذا الـ 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 صحيح أن العيادة مزدحمة، صحيح أنه في ضغط علي، بس إذا أنا ما عالجت الموضوع بيطلعوا من عندي بيروحوا للمكتب السفريات إلى خارج البلد للعلاج، وبيخسرون آلاف الريالات أو الريالات، أنا بعد غير عن ريالاتكم يعني ربما عشر أمثالها. زين، فالموضوع مكلف، يعني أنه تحط عناء، لابد أن تصرف معهم شوية وقت وتعطيهم شوية عناية. لما تشرح لهم الموضوع صحيح، إذا الموضوع مو إسهال مزمن، هو إمساك مزمن، وكذلك الموضوع السلس البراز اللي عنده هذا مو بسبب أسباب جراحية وتشوهات خلقية ولا يحتاج عمليات ولا شيء، لا يحتاج علاج طبي عادي متوفر برخيص الثمن، كل شيء متوفر عنده. خلينا نكمل المشوار. إذن لهذا المقدار إحنا تمام كويسين. صوتي واضح أبو علي؟ صوتك واضح دكتورنا العزيز، تفضل. ممتاز، نكمل. أنا بس بغيت أتوقف على أساس إنه نعطيك نفس في الموضوع، لأن لا يكون نعطيكم سيل هادر من المعلومات المتواصلة اللي تعمل ربك. والله أنا شخصيا يا دكتورنا العزيز مستمتع جدا بحديثك. ممتاز. زين، ننتقل للمرحلة الثانية. راح الطفل، عطينا له الجل المخدر الموضعي، حطينا له في العيادة شوي، بعد عشر دقائق حطينا له الحقنة الشرجية. طبعاً الجل بيوديه معاه للبيت يكمله أسبوعين. الحقنة الشرجية عملناها مرة واحدة في العيادة، وبعدها بعشر دقائق راح الطفل الحمام، ويعني أفرغ. طبعاً ما راح يفرغ كل شيء من الانسداد الموجود أو التراكمات الموجودة، بس على الأقل 50% 40% منه يعني يعمل فرق شاسع لدى الطفل. وقبل أن نكمل العلاج، شنو نتائج هذا الجزء اللي عملناه؟ شنو فوائد الجزء اللي عملناه؟
أولاً الطفل اللي كان داخل عند العيادة كان شكله عصبي ويعني متضايق وخايف وقلق ومتنرفز. بعد ما يرجع بعد الحقنة الشرجية تشوفه مرتاح مسترخي يبتسم، ماخذ لعبته يلعب بيها، مهتم بالبيئة اللي حوالينه. أول كان ما مهتم، بادي يعني يحس بالثقة مع الطبيب. الوضع تغير خلاص الطفل اللي لأن الإنسان اللي عنده انتفاخ في البطن لا ليل وليل ولا نهار ونهار ولا التلفزيون يفيده ولا نتفليكس يفيده ولا الألعاب ولا الأكل ولا القراءة والكتاب ولا أي شيء يفيده. في النهاية وضعك سيء، ما تقدر لا تداوم ولا تنام لأن وضعك يكون مشكلة. فبالتالي لما تريحه من هذا أنت تعطي له حياة جديدة، ما نبعثنا من مرقدنا. هذا اللي يحس بي يعني، هذا الفرق اللي يصير. تشوف أنت فعلا في داخل العيادة خلال نصف ساعة من الزمان تشوف فرق على الطفل يعني، وكذلك فرق على الأبوين لأنه يبدأ يشوفوا كلامك نتائجه واضحة قدام عينهم يعني الموضوع. زين زين عملنا هذا الجزء، لكن هل هذا يعتبر فقط 10% من العلاج؟ كل اللي قلناه هذا 10% من العلاج، ورانا مشوار طويل. يرجعون لي بعد التفريغ هذا أكمل معاهم الجزء الثاني من الاستشارة، أقول لهم يا جماعة شوفوا العلاج الإمساك المزمن. دكتور نحن بدأ ترفع الصوت لو سمحت. نعم معك إن شاء الله إن شاء الله. أقول لهم إنه إذا كنتوا راح توقفون العلاج قبل 3 أشهر فأنتوا قاعدين تضيعون وقتكم ووقتي. يعني علاج الإمساك المزمن لدى الأطفال لا يقل عن 3 أشهر، إذا كملناها ممكن نكمل 6 أشهر أو 9 أو سنة أو يزيد عن ذلك. ولكن إذا تقول لي أعطي له العلاج لأسبوعين وتوقف، أعطي له 10 أيام وأوقف، شهر وأوقف، معناته إنه أوكي بيتحسن شوي، لكن كلها فترة أسابيع ورح ترجع لي وترجع بانطباع إنه العلاج ما عاد يفيد، ولا بد السفر للخارج أو إنه أبحث عن طبيب ثاني أو مستشفى تخصصي آخر يعني. فمن البداية لابد أن يفهم الأبوان والعائلة تفهم أن هذا مسألة مزمنة وعلاجها يعني طويل الأمد long term. ما ممكن تعالج الموضوع عن طريق حبتين بانادول على أساس أنه صداع وتنتهي منه، لا، هذا الموضوع تعالجه يوميا وبصبر وتحمل يعني. زين المرحلة الثانية بعد ما عملنا تفريغ جزئي للقناة الهضمية السفلية، نجي لمسألة إنه نريد نعمل maintenance، نريد نعمل regularity، انتظام يكون البراز عنده يمشي بشكل منتظم. الآن في هذا الجزء في مسألة تنظيم الذهاب للحمام نحتاج إلى عناية أن نعمل تغيير في محتوى أو طبيعة المحتوى التبع لمعات محتوى البراز هذه أو كثافة البراز. لابد أنكم سمعتم أول ما تجيب كلمة إمساك إيش أول نصيحة تعطوني إياها من الناس أو من الأطباء أو من أخصائي التغذية اللي هو يعني من أي حد أو من الإنترنت؟ كلمة أول ما تجيب كلمة إمساك، الكلمة الثانية اللي راح يقولوا لك إياها ألياف غذائية. فلان يعاني من إمساك، لا لازم تزيد ألياف غذائية، تحتاج خضروات فواكه، تحتاج فل يعني الكورن فليكس تبع الفل هذاك بران يعني. لا حقيقة هذا في هذه المرحلة زيادة الألياف الغذائية مضر وليس نافع في هذه المرحلة بالذات، لأنه المسألة مسألة إنه تصلب. إحنا شفنا إنه البراز متصلب عنده متكثف عنده، إذا أضفت له ألياف غذائية أنت جالس تضيف مشكلة الكثافة للقضية. طبعا هنا أنا أعطي مثال نفس الشيء، أرجع لاستراتيجية الأمثلة مع الأبوين. وطبعا المثال اللي أعطيه للأب غير المثال اللي يكون للأم. للأم أقول تخيلي أنه في المطبخ تعملين طحين دو، هذا للخبز عجينة خبز،
وإيش يصير إذا حطيت عجين طحين كثير، بودرة طحين كثير وشوية مي؟ يقول صار عجينة كثيفة جدا. أقول زين إذا حطيت مي كثير وبودرة شوية؟ تقول صير عجينة رقاق أو الرخالة عندنا بلغتنا إحنا بالعمانية. لكن إذا تريد تعمل خبز العادي، هل يكفيك العجينة تكون لينة مثل الماي، ولا تحتاج إلى عجينة كثيفة اللي حتى ما ممكن تشكلها؟ طبعا لا، لا هذا ولا هذا، أحتاج إلى كمية مناسبة من الطحين وكمية مناسبة من الماء على أساس تكون كثافة العجينة جيدة، وفي نفس الوقت هي كثيفة ولكن ليست صلبة، وبالتالي وضعنا يمشي، الخبز يكون زين. بالنسبة للأب إذا كان جاي لوحده بدون الأم، أقول له تخيل أنت قاعد تخلط الإسمنت بالماء، إذا إيش اللي يصير إذا حطيت إسمنت كثير وماء شوي؟ يقول له راح يصير كتل كتل من الإسمنت، وما راح تنفعني إنه أحطها كبلاستر على الطابوق، وما راح ينفعني أستخدمها. أقول له إيش يصير إذا حطيت ماء كثير والبودرة الإسمنت قليلة؟ يقول تصير سائلة جدا وما ممكن تنسال، تصير سائلة وما ممكن أحطها على البلاط على الطابوق، لأنه في كذلك ما تتماسك. إذا تحتاج كمية كافية من البودرة ومن الماء، من الفايبر، من الألياف ومن الماء، على أساس تعمل محتوى هلامي. الهدف أن نعمل محتوى هلامي، أو بتعبير العياد اللي أستخدمه معجون بيستي. لابد أن البراز يكون بكثافة البيستي. تقول لي إمساك إسهال، أنا أول سؤال بسألك شنو هي كثافة البراز؟ إيش هي الكونسيستنسي ماله؟ هل هو كرات بيلتي، يعني كرات صغيرة كذي بولز كذي، ولا إنه بيستي، ولا إنه سائل مثل المي؟ إذا قلت لي بيستي أقول لك ما في إمساك، سواء كان تروح الحمام مرة في اليوم ولا مرة كل أربعة أيام، طالما هو بيستي فما في مشكلة. إذا كان غير ذلك فهو المشكلة. زين، إذا أنت أضفت الألياف الغذائية في هذه المرحلة، أنت قاعد تزيد البودرة وقاعد تزيد الطحين والأسمنت أكثر مما تزيد المي، وبالتالي تزيد مشكلة الطفل، وأنا عامل كل هذا التعب على أساس أفرغ له الأمعاء، أنت قاعد تترس له إياها مرة ثانية. غلط، رجاء لا تعمل كذا. الحل أنه في هذه المرحلة الأولى يحتاج إلى سوائل 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 أكثر مما يحتاج إلى ألياف غذائية. مشكلة السوائل، تعرفون هذه الأيام أكيد كلكم تشربون 2 لتر من الماء قبل وقت السحور، قبل وقت الفجر تشربون ماء 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 على أساس تجنب العطش وقت الصباح. لكن النتيجة شنو؟ نتيجة أن كل هذه الماء اللي تشربه على وقت الفجر وقت الساعة 8 الصباح أغلبه خلاص راح في تكرمون عن طريق الكلية في البول. كذلك الطفل إذا شرب فقط أنه يشرب الماء بدون أي مساعدة ثانية، الطريق الذهاب إلى الكلية ومن البول، وبالتالي ما ساعدنا كثير. لذلك إحنا نعطي دواء معين أو أدوية من نوع معين اللي هي بالإنجليزي اسمها أوزموتكس، أو بالعربي التناضحية، ما أعرف إيش ترجمتها، اللي هي تحبس الماء داخل القناة الهضمية، يعني تمنع جزء من الماء أنه يروح لداخل الدم، تخليه موجود في معاها في القناة الهضمية. فالطفل أكيد ربما مر عليكم دواء اللاكتولوز اللي هو مثل العسل، شفاف مثل العسل، هذا الدواء اللي كثير استخدم، أو أدوية ثانية مثل الموفيكول اللي هو بودرة يضيفون له ماء فيصير نفس الشيء، هو أوزموتيك. الطفل يشرب هذا الدواء مثل ما يشربه مثل ما يطلع، ما يتم امتصاصه. لذلك اللي خايفين يقولون انه هذا الدواء مليان سكر ودواء يسبب سكري وراح يزيد وزن الطفل او يصد عنه شهيه الاكل او يعمل له مشاكل صحيه، اقول له غلط. هذا الدواء اصلا لا يتم امتصاصه، مثل ما تشربه مثل ما يطلع، ما يدخل داخل، لا يوصل للدماغ ولا الرئتين ولا الكبد ولا الكليه ولا الراس ولا الرجلين. فهدف الدواء انه يبقى في الامعاء، يمشي كعابر السبيل في الامعاء، ومعاه يكون يمسك شوية من الماء بحيث جزء من الماء اللي يشرب الطفل ما يروح للكلية ولا يتفرغ منها، يظل موجود في داخل الأمعاء. فإذا في الحالة احنا زودنا سوائل الطفل، ولما نقول سوائل مو بس انه يشرب الماء، ممكن يشرب شوربة، ممكن الفواكه اللي فيها ماء كثير مثل الرقي
الجح يعني البطيخ او العنب او الى اخره، الامور اللي فيها سوائل كثيره يعني. زين ومع هذا الدواء فجزء من الماء اللي يشربه راح يظل موجود مع محتويات الامعاء، وبالتالي احنا عندنا الياف موجوده في الاكل وعندنا الالياف العاديه الاصليه، زائد طبعا انا شايف دكتور غسان يحط في الشاتنج في الـ في الـ في الـ هذا يحط الاسماء الادويه، ممتاز شكرا على هذه المساعده. فوجود الماء مع الاوزموتكس هذا يخلي البراز طبيعته كثافته معجون بيستي هلامية، ونتيجة هذا أن الطفل ما يعاني أو لا ما يصير تراكم عنده، ما يصير تصلب، وبسهولة يروح الحمام يمشي عند الموضوع يرتاح من المشكلة هذه. هذا الكاتش في هذه القضية إيش؟ أنه هذه الأدوية نعطيها لثلاثة أشهر على الأقل، وطبعا في البداية نعطي جرعة معينة، إذا ما كان كافي فأزيد في الزيارة القادمة جرعة إضافية، إذا ما كافي أعطي نوع ثاني بالإضافة للنوع الأول، أعملهم نوعين أحيانا تعمل ثلاثة أحيانا، زين حسب حالة الطفل، لأنه كلامنا الحين مو عبارة عن استشارة خاصة لأي طفل معين، أنا ما قاعد أوصف أي أدوية، هذا مجرد أخذ وعطى في الموضوع لفهم المشكلة، لأنه الجرعات الأكتشوال الفعلية يحددها الطبيب اللي داخل العيادة، يحدد لكم أنه ياخذ كذا ملي من هذا الدواء مرتين وكذا ملي من هذا الدواء مرتين، على أساس أنه يعمل كوكتيل مخصص لذاك الطفل يناسب ذاك الطفل في ذيك المرحلة، بحيث أن البراز يكون بيستي معجوني ويكون سهل عنده، وربما في الزيارة القادمة يستمر على نفس الجرعة أو يخفف الجرعات أو يزيد الجرعات أو يزيد أدوية أو ينقص أدوية، هذا موضوع تقني بحت ما تدوخون رأسكم به، هذا خلوا مشكلة الطبيب إنه هو يتعامل معها. بس الجزء المهم بالنسبة للأبوين أنه يعرفون أنه فائدة هذه الأدوية، ليش نعطي هذا الدواء بالذات وليش مصرين نعطي ثلاثة أشهر بالذات أو على الأقل، زين، وإيش فرقه عن التحميلات الثانية، إيش فرقه عن الدواء الحقنة الشرجية وفرقه عن الأشياء هذه، لابد نعرف كل دواء وكل وظيفته، يعني لأنه قلنا أوركسترا، قلنا هذه سيمفوني، ما يكفي أنك تعطي دواء الأوزموتكس لوحده، ما يكفي أنك تعطي الحقنة الشرجية لوحدها، ما يكفي أنك تعطي تحميلات الجلسرين لوحدها، ما يكفي حتى تعطي الجل لايدوكين لوحده، لأنه أي واحد أعطى الثلاثة بدون الرابع مثلاً قد الموضوع ما يمشي زين. في النهاية رجعنا للمربع الأول، لابد أن نعطي من كل شيء في وقت المناسب، الجرعة المناسبة، الفترة المناسبة، بالطريقة المناسبة، على أساس الموضوع يمشي. هذا هو سر القضية. ما أقول السهل الممتنع، علاجه سهل ممتنع، ليش؟ لأنه إذا أنت ما عرفت تضبط الكوكتيل تبعه فما راح ينفع الموضوع يعني بالطريقة المناسبة. أنا ذكرت العزيز بس مجرد سؤال، كم باقي تقريبا من ال كم عندي وقت أصلا؟ كم المجال اللي عندي أصلا؟ ما أنا أتكلم لحد ما إما أجوع أو أنعس أو أتعب. أنا خاف يا دكتور إنه يتخرجون من هالحلقة أطباء وينافسونك يعني. ما مشكلة، بس خبرني إيش الليمتس مالي، لأني ما عارف كم الوقت اللي مفروض. والله كنا نبغى إلى نصف ساعة، الآن يعني أخذنا تقريبا 50 دقيقة. زين خلاص، أنا خلال 10 دقائق التالية أو الرابيت أب يعني بنتهي من الموضوع. أنا ما كنت على بالي، قلت لي ساعتين ما أدري شنو، ما أخذ راحتي أنا في الموضوع. خلاص ولا يهمك. بقى موضوع التحميلات. التحميلات يقولون ليش نعطي كثير وناس يعطون تحميلات. التحميلات هذه عبارة عن مثل زر الجرس الباب، أنت تعطي التحميلة للطفل جلسرين اللي هي عبارة شبه الفازلين، هي ما فيها أي دواء كيميائي أكتف فعال، يعني مجرد أنه تدق الجرس وبالتالي تخبر المستقيم أو القناة الهضمية السفلية أنه يا جماعة أنه روح الحمام. هذا بما يختص الموضوع الأدوية. إحنا نجي لمواضيع جانبية اللي تخص العائلة نفسها. أولا كان مفروض أركز على هذا الموضوع أكثر، يعني أولا احرص على أن الطفل يروح للحمام في نفس الوقت كل يوم. إذا اخترت أنه يكون 5:00 فكل يوم 5:00، إذا اخترت 7:00 كل يوم يكون 7:00.
لا تعمل لي اليوم تودي 5 وبكرة 7 وبعدين 8 وبعدين 10، انت راح تلخبط له الساعة البيولوجية. السبب انه نعطي 3 أشهر للامساك من الدواء هو انه هذه فترة طويلة تحتاج لخلق روتين، خلق عادة لدى الامعاء انه تفرق في وقت مناسب، تصير مثل الكلوك وورك، تصير مثل الـ يعني مضبوطة بالساعة. ثانيا حسب فعلا هذا السؤال جاء في وقته، النشاط البدني. الطفل اللي قاعد طول الوقت على الايباد وعلى الفيديو جيمز وما يتحرك، وكل نشاطاته منزلية داخل المنزل، ما يطلع على الحوش، ما يطلع على يعني يمشي، هذا طبعا يكون صعب على قناته الهضمية انها تعبر وتعمل الحركة يعني. فأي إنسان صغير ولا كبير، بالغ ولا طفل، يحتاج إلى نشاط بدني منتظم على أساس أنه يكون عنده ريجولاريتي في القناة الهضمية. الشيء الثالث أنه عادة عندنا مشكلة في الحمام، كثير من الأطفال يتقززون من الحمامات، لأن يدخلون يشوفون إما أنه مبلل، أو أنه ربما في رائحة، أو شكله مش مضبوط، أو أنه يعني مختلف عن كل الغرف كلها محترمة ما عدا الغرفة اللي تكرمون الحمام في البيت. فلذلك حمام اللي يستخدم الطفل أو حمام الطفل اللي خلينا نقول خليه يكون مكان نظيف مرتب، ما في مشكلة أن تحط له رق شوية سجادات صغيرة على الأرضية، وتحط له ربما صورة سندريلا ولا ميكي ماوس ولا شنو على هذا. طبعا في ناس يقول لك شغل موسيقى وهذا، بس أنا ما راح أقول لكم لأنه راح يقولوا هذا زودها يعني. مشكلة إضافية أخرى في الحمامات الأجنبية بالذات الفرنجية، أنه الطفل يكون ركبه قصيرة، يعني السيقان عنده قصيرة، فلما يجلس يقعد على المرحاض الساقين يتدليان من هذا، ويكون ما في ما يلامسان الأرض، فهني يصير عنده ألم في منطقة الفخذ، منطقة الفخذ عنده يصير فيها ألم، ويكون مستعجل يخلص ويطلع. علاجها بسيط، تحط له طاولة صغيرة أو كرسي ستول صغير كذي تحت رجوله، بحيث أن يسند الرجول وما يكون في الضغط على الفخذين أثناء الجلوس. هذا يريحه ويخلي يتخلص من هذه المشكلة أيضا. نيجي لقضية الألياف. احنا قلنا ألياف المرحلة الأولى ما صحيحة، ولكن في المرحلة اللاحقة لما يصير عنده براز منتظم ويصار يروح الحمام والكثافة بيستي معجون، أيوة آن الأوان أن نبدأ تدريجيا زيادة الألياف عن طريق إضافة الفواكه، الخضروات، أو الـ whatever الكونفليكس، الفول بران، هذاك هول بران، أمور مثل هذه ممكن تعملها تدريجيا يعني. أنا بسبب ضيق الوقت أتوقف عند هذا النقطة، على أساس أنه نأخذ البقية خلال نجاوب على بقية الأمور من خلال أسئلة، وأنا متأكد عندكم مليون سؤال في الموضوع هذا. شكراً وعذراً على الإطالة، اللي ما كنت عارف التايم فريم تبعي يعني. شكراً لك دكتور، كفيت ووفيت والله، ويعني أنت ما شاء الله كان شرحك كافي وافي، وطبعاً كل من قلت الأسئلة يعتمد أن الشرح كان مسكت مثل ما نقول. عندنا سؤال من الأستاذ أبو أحمد عبد المحسن رمضان، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية للضيف العزيز ولك أبو علي. صوتي أبو أحمد صوتك ضعيف. تحية كريمة لضيفك الكريم ولك أبو علي. شكرا لك. سؤالي، هل بالإمكان أن يصيب الإمساك طفل في ربيع عمره، يعني من 6 شهور إلى 8 شهور؟ أحسنت. في حالات معينة تيجي فعلاً الطفل يشتكون عنده إمساك في المرحلة للسنة الأولى الإنفانسي. هني لابد أن تكون حذر. أولاً لأنه إذا كان قبل 6 شهور فهو أصلاً يأخذ رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية، يعني في النهاية ما عنده ألياف أصلاً بالألياف غذائية غير ذائبة، ما عنده في الغذاء تبعه، فمن وين راح يجيله تصلبات وتصلبات؟ في ذيك اللحظة إذا كان طبعاً فوق 6 شهور هو يأخذ أطعمة مكملة، ممكن يكون فيها خربطة في طريقة تحضير الأكل، يمكن في سوائل أقل وألياف أكثر يعمل هالأشياء راح نشوفها. لكن إذا كان تحت 6 شهور بالذات لابد أن تنتبه لمسائل تشخيصات أخرى غائبة عن بالك. قد ما يكون موضوع الإمساك، قد يكون مسألة حساسية من بروتين حليب البقر. طبعا بروتين حليب البقر من وين يجي للطفل؟
إما من خلال الرضاعة الصناعية اللي فيها بروتين البقر، أو حتى الطفل اللي يأخذ رضاعة طبيعية من أمه إذا كانت أمه تستهلك الحليب البقري عادي، فبالتالي يتسرب من غذائها إلى حليبها إلى الطفل نفسه. فذيك اللحظة ممكن نحاول أنه نسيطر، نعمل له exclusion diet، يعني نشيل الحليب البقر من غذائه ونشوف هل يتحسن ولا لا. بعض الأطفال الثانيين ما عندهم لا تحسس من حليب بروتين حليب البقر ولا إمساك، بس عندهم حالة تسمى لاكتوز انتوليرانس اللي هو عدم تحمل سكر اللاكتوز. هذا موضوع بحد ذاته، يعني معلش يعني أمشي عليه بالسريع. وجود سكر اللاكتوز في داخل الحليب سواء كان طبيعي أو صناعي والطفل ما قاعد يتحمله، يسبب عنده غازات وانتفاخ وآلام في البطن اللي قد تفسر على شكل إمساك بعدين، يعني لأنه انتفاخ نفسه ممكن يعمل تأخر في مرور المحتويات البراز يعني. فهذه التشخيصات الجانبية اللي نحاول ننتبه لها لما يكون الوضع atypical، شوي غير نموذجي، غير مطمئن، يعني ما الصورة الواضحة لهذه. يعني هذه صعب أشرحها الأمور هذه التقنية، لكن هني تجي عناية الطبيب إنه يشوف التفاصيل الصغيرة وينتبه لها. شكرا لك دكتور العزيز. إحدى الخوات تسأل عن اسم الجل اللي ذكرته، ممكن تعيده يا دكتور؟ أيوة، اسمه لينوكين أو لايدوكين جل، أنا راح أكتبه جل أو لينوكين جل، أظن ظهر عندكم في الشات هناك يعني. أيوة. وطبعاً هذا مجرد أن تراوي للطبيبة أو حتى من الصيدليات بدون يعني يمكن ربما over the counter بدون وصفة طبية يعني تحصل هذا. هناك سؤال دكتور، هل الإمساك له جانب وراثي؟ وهل سكري الأطفال قد يسبب إمساك لبعض الأطفال؟ مسألة الوراثي، معظم الأمراض والعلل اللي نتعامل معاها في الطب لها جانب وراثي، خلينا نقول هذا بشكل عام، بس مو معناته وراثي أنه ينتقال من الأب للطفل أو من الأم للطفل بشكل عمودي مباشر، لا. وراثي بمعنى وجود قابليات وراثية، وهذه القابليات قد تكون جين موجود هنا أو جين موجود هناك، ما حد في النهاية يدور عليها. كل اللي نعرفه أنه نقول طالما هذه المشكلة موجودة في العائلة، في الإخوان، في الأخوات، في الأب والأم والعم والأخوال، إذن it's more likely أنه يكون في موجود عنده، بس مو بالضرورة انتقال عمودي من 1-to-1 بهالحالة. معظم الحالات تكون multifactorial، متعددة العوامل، أنه فيها عامل جيني وراثي، عامل بيئي، عامل تغذوي، عامل إلى آخره، سلوكي لدى الطفل، فهذه كلها تؤدي. فإحنا من الصعب وما من المجدي أن نبحث عن عامل فيهم ونحاول نعالجه، لأنه خلنا نفترض أن كلها موجودة من البداية ونعالجها كلها من البداية. ما يمكن علاجه نعالجه، وما لا يمكن علاجه اصلا ما ممكن نعمل شيء يعني من البدايه. والمساله الوراثيه في النهايه وجودها او عدمها ما راح يفرق في القضيه يعني. سكري الاطفال هل تاثير السكر الاطفال؟ شوف، هو مباشره كذي ماكو اثار معينه، لكن السكري اذا صار لفتره طويله فهو يؤثر على الاعصاب الطرفيه للانسان، الأعصاب الطرفية اللي هي البريفرال نيرفز، يعني الأعصاب اللي توصل للأعضاء النهائية. ممكن الأعصاب الطرفية تعمل ضعف، تصير في المعدة، يصير أنه حركة المعدة وحركة الأمعاء تصير أبطأ مما كانت، gastroparesis، يصير نوع من مو شلل إنما البطء في حركة الأمعاء والمعدة، بحيث انه الواحد ياخذ الاكل بسرعه، يعني يحس بسرعه، يحس بالغثيان او الامتلاء او انه سوء الهضم، يعني اشياء من هالقبيل. اما تحديدا امساك، هذه يحتاج اراجعها حقيقه يعني، لانه السكري من الامور اللي تضرب من الشمال للجنوب يعني، فما بعيده، لكن انا ما مر علي هذا الموضوع، يحتاج اراجعه بالخصوص يعني. شكرا لك دكتور. عندنا سؤالين من الاخ احمد السرمان والأخ عقيل، بس في سؤال أيضا في الشات ورد قبل، هل الحقنة الشرجية لها أضرار؟ الحقنة الشرجية نعم، إذا كانت تبع الفوسفات فهي ممكن يكون لها أضرار طبعا، لذلك إحنا نعطيها
فقط في العيادة وتحت إشراف الكادر الطبي، ونعطيهم مرة أو مرتين كل كذا فترة. يعني هي مش تبع إنه كل يوم حسب الإمساك تعطي له، لأنه فيها كمية، إذا كان فوق السنتين قلنا فيها فوسفات، وإذا أعطت فوسفات كميات كبيرة ممكن تعمل فرط وجود الفوسفات في الدم، وهذا بنفسه مضاعفات، أو تنقص كمية الكالسيوم بالدم ويعمل نوع من حالة التتني، يعني تصلب العضلات وكذا. لذلك يعني long story short إنه مثل هذه الحقنة الشرجية لا تعطى إلا في العيادة. نعم هناك مايكرو إنيماس اللي تباع في الصيدليات، هي بجرعات صغيرة مثل التيوب الصغير، كميات بسيطة مثل ما هذا مايكرو لاكس ولا شيء يسمونها، هذه ممكن تستخدم من فترة وفترة إذا كان فعلا في تراكمات متكررة تصير، أو في بعض الحالات اللي يكون فيها الإمساك جراحي، الطفل صار له شلل دماغي أو إعاقات معينة، ونتيجة لهذه الإعاقات إنه الطفل يعني معاق، يعني جسمه كله ما يشتغل سيده، وبالتالي يحتاج إلى نوع من المساعدة الإضافية في القضية، بس مش الإمساك الوظيفي اللي دائما دائما يكون. شكرا لك دكتور. هناك سؤال من الأخت فرح لواتي تقول: هل ممكن نعطي لطفل يعاني إمساك هذا الدواء بدون وصف طبي؟ أي دواء؟ وإذا أريد أن أستشيره ممكن يشاركني إيميله؟ أي دواء هو اللي تقصده الأخت فرح؟ يمكن نتكلم بصفة عامة، يعني مثلا إذا ذكرت أدوية خلال الحديث. أيوة. لذا أنا أقول لهذا السبب أنه حوارنا اليوم أرجو أن لا يعتبر كنوع من الاستشارة الطبية الخاصة، ولا هو وصفة دوائية، لأنه لابد أن تشوف طبيبك الخاص في المستوصف ويعمل تقييم شامل للطفل ويعطي له العلاج المناسب ليتوافق مع التشخيص، مع العمر، مع الوزن، مع الحالة، مع المرحلة. أما شفوياً كذي صعب أنه نقول دواء معين خذه وروح اشتري من الصيدلية واستعمله، لا سمح الله لا يجيب مشاكل زيادة يعني في الموضوع هذا. جميل. وهذا يجاوب على الشق الثاني من سؤال الأخت فرح تقول: وإذا أريد أن أستشيره ممكن يشاركني إيميله؟ اللي ما في مشكلة الإيميل، لكن المسألة أنه كذلك إجاباتي بتكون عن بعد أو التليمتري، هذه حقيقة أنا أتردد كثير، أنه بالذات أتعامل مع أطفال مش كبار، يعني هم أوصف له دواء وأنا قاعد على الأرم تشير تبعي هنا في بيتي، هو هناك في الشرق وفي الغرب، يعني هذه مخاطرة غير ضرورية ولا تستحق العناء أنه واحد يعطي يعني وصفة بدون ما يشوف الطفل. أنا حتى لما في العيادة نفسها، لما ممرضة تجيني، نفس الممرضة اللي بالعيادة تقول دكتور ابني عنده كذا كذا، أقول لحظة روح جيبي للطفل بعدين نتكلم الموضوع هذا. فغير أنه نحط إيدنا على الطفل ونشوفه ونفحصه، نتجنب أنه نعطي نصائح خاصة. نصائح عامة تغذوية ما مشكلة، بس نصائح خاصة دوائية أنا أتجنب هذا الموضوع. شكرا لك دكتور. سؤال من الأخ أحمد سلمان، تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية طيبة للجميع. سؤالي: هل هناك دور للمناظير والأشعة المقطعية لهذا المرض بعد تعسره لمدة أكثر من سنة مثلا؟ وشكرا. أحسنت. هذا المطالبة اللي تكون متكررة من الأهل، تقول دكتور أنت ما عملت له شيء ولا عملت له منظار ولا شفت داخل الجهاز الهضمي عنده شنو تضيقات أشياء، وسيدة بس تعطي له أدوية أو على أدوية دواء فوق دواء، شنو قاعد تعمل يعني؟ إذا كان الطفل ما مستوفي للعلاج الأوركسترا، لأكرر الكلمة هذه، للعلاج المتكامل integrated التكاملي، أنه ما أخذ كل الأدوية الطبيعية تبعه الأساسية بالجرعات الصحيحة بالطريقة الصحيحة في الأوقات الصحيحة، يعني ما ماخذ هذا السايكل كله، ما من العبث أنك تحوله إلى طبيب جهاز هضمي، لأنه أصلاً رح يرفض التحويل، يقول أنا ما أتحول وكذا مرة صارت يقولوا لأطباء الجهاز الهضمي لا تحولون أطفال إذا أنتم أصلاً ما عاملين شغلكم بما يكفي، وفعلاً معاهم حق، إذا أنا ما مكمل شغلي معاه فما يصير أحوله. ولكن على فرض، حسب فرض مفروض السؤال، إنه عملنا كل شيء عملنا كل الأمور هذه ومع ذلك في مشكلة محتارين، طبعا نحوله إلى أخصائي الجهاز الهضمي
بس ما أدري عدهن، ما أقول لك إنه هو راح يعمل منظار، شنو راح يعمل بالضبط، لأنه حسب الفحوصات اللي في الدنيا بالملايين، أنت ما ممكن تعمل كل الفحوصات من الـ A to Z لكل إنسان، ما راح يبقى في جرام واحد من جسمه ما راح نشوف له دمه كله يعني. لا، هو راح تعمل الفحص بحثاً عن مرض معين أو شيء معين، مثل الديتكتيف محقق الجنائي، أنت ما تروح تعمل كل الأشياء، تبحث في زاوية معينة عن شيء محدد وإما تجده أو لا تجده يعني. فهذا يتم عن طريق التحويل العناية الصحية الثالثية. شكرا لك. الآن مع الأخ عقيل، تفضل. السلام عليكم، وشكرا لك يا دكتور على هذه المحاضرة القيمة. دكتور، أنت حكيت عن قصة أنا عانيتها مع ابني، زين، من عمره كان 10 شهور إلى 4 سنوات، ورحنا الدكتور وعطانا أكثر ما استخدم اللي هو الإيزي لاكس، زين، إلى 30 ملي تق... زين 30 ملي 30... مرتين في اليوم، أي إلى 30 ملي يعني، زين. لكن سؤالي دكتور، أنت تكلمت في البداية عن الحقنة الشرجية، زين، التنظيف، هل تكرار الحقنة الشرجية مفيد للطفل، مهي مؤذية عليه؟ هنا السؤال اللي يعاني من هالمشكلة. طبعا انا ابني وقتها الدكتور بطاطا لم يعرض عليه اللي هو الحقنه الشرجيه، سوى عليه الاشعه وروانا كما وصفت بالضبط دكتور، وبدينا مع ايزي لاكس مع توازن ايضا في الغذاء يا دكتور. نعم، هو الحقنه الشرجيه تعطى، شوفوا في الطب كل شيء، خلينا نقول قاعده عامه، كل شيء له اضراره وكل شيء له فوائده. أنت فقط تعطي الشيء لما يكون فوائده تتجاوز أضراره بمقدار كافي. إذا كانت الفوائد والأضرار متساوية ما تعطي، إذا كان أضرار زيادة ما تعطي. حقنة شرجية أنا أعطيها مثلاً في عيادتي، أعطيها للطفل مثلاً اليوم أعطت له، صار عالجته 2-3 شهور غيرهم، ورجع لي مرة ثانية إنه بسبب إنه نسى الدواء أو أهمل الدواء أو راح يعني صار مشاكل ثانية في القضية وتراكمت عنده. أوكي، بعد 2-3 شهور ممكن أعطي له مرة ثانية، بس تقولي إنه الأسبوع الماضي ما أعطينه واليوم أعطي له وبكرة أعطي له، يعني هذه التكرار المتقارب أنا أتجنبها، لأنه حقيقة ممكن يعمل له مضاعفات ثانية. أيوة فعلا، مو 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 لعبة هي هذه يعني. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. هناك سؤال في الدردشة أخت فرح، إذا الطفل يأخذ فترة طويلة في الإخراج ويصير عنده ألم في المنطقة، فهل معناه أنه عنده إمساك؟ طبعا هذا أول كلمة قلناها، إنه هذا هو تعريف الإمساك، هذا من الأمور العناصر اللي نعرف بها الإمساك، إنه يأخذ فترة طويلة، يتعصر، يتألم، ربما انتفاخ في البطن. طبعا يحتاج له طبيب يشوفه في الموضوع هذا ضروري. يعني انا من كثر الممارسة الموضوع هذا حاسس بالطفل اكثر مما اي حد ثاني حاسس بي يعني. شكرا لك دكتور. هناك سؤال لكنه متعلق بالبالغين، هل تريد تجاوب عليه دكتور؟ تفضل قول. يقول عندما يعاني الفرد البالغ من قلة دخول الحمام، يعني مثلا مرة كل 48 ساعة، ولكن بالنتيجة يكون البراز كتلة متحجرة والإخراج بصعوبة، ما هي الأسباب والعلاج، وهل لذلك علاقة إذا كان الفرد يعاني من مرض السكر؟ خلينا من موضوع السكري، هو موضوع إمساك، هذا واضح قضية إمساك، ويحتاج إنه يشوف طبيبه ويوصف له الأدوية. العلاج الإمساك في الكبار شوي أسهل، باعتبار أنه غذائهم متوازن أكثر، قدرتهم على الانصياع لشرب السوائل أكثر، حركتهم ونشاطهم ممكن يكون يعني أفضل. هي قضية إمساك، بس يحتاج يشوف الدكتور ويوصف له العلاج، يعني الدكتور المناسب يعني، ويشوف له العلاج في القضية هذه. فعاد شنو يعطي له بالضبط، هذا يعتمد على الطبيب وتقييمه للحالة يعني. طيب، عندنا سؤال من الأستاذ عبد الغني، يسأل يقول ما هو تأثير شراب المرقدوش على الجهاز الهضمي للطفل، ولك الشكر والتقدير. المرقدوش اللي هو نفسه السعتر، صح إذا ما غلطان أنا، يعني إحنا بعد نسميه مرقدوش بس أنا أظن هو نبات السعتر.
انا حقيقه ما شوفوا، لانه احنا الادوكيشن تبعنا التدريب والتعليم تبعنا كان عن امور طبيه دوائيه وليس عن الاعشاب. لذلك انا عاده لما يجوا يسالوني الاهل يسالون كثير، هل شراب الهيمالايا ينفع ولا لا، هل المرقدوش ينفع ولا لا، هل ينسون ينفع ولا لا. طبعا مساله اليانسون هذاك ما في مشكله لانه معروفه يعني ما بيوند ما في اي ضرر منه. لكن مساله تقول لي المرقدوش، انا كنت استعمل المرقدوش كانسان بالغ وينفع كان كثير، لكن هل في الاطفال؟ انا لا معه ولا ضد. يعني في قضايا الاعشاب انا دائما اقول للابوين انا ما اقدر اكون مع الموضوع لانه قد يضر، ولا اكون ضده لانه قد يكون نافع. فهذا يحتاج إلى خبير في هذه المسألة. ربما دكتور غسان إذا لا زال موجود معانا، غسان أبو 50 أبو يوسف، عنده هو لأنه متخصص في هذه المسائل ربما يقدر يجاوبنا أكثر في القضية. بس أنا أعتذر ما عندي جواب حقيقة الموضوع هذا. شكرا لك. حبيت بس أطمن السيد عادل، كان خايف أن التطبيق مخترق لأن طاقيتك تختفي أحياناً. لا، هذا بسبب وضع خلفية افتراضية وليس بسبب يعني. نعالج المشكلة هذه بسيطة هذه. إيه. كذي الحين صار أفضل أظني. الله يعطيك العافية دكتور. نرجع للآن سؤال السيد محمد سلمان بوائل، تفضل. السلام عليكم السلام ورحمة الله. عطنا الكاميرا يا أبو علي، عطنا الكام لو سمحت. أي أبو علي عطنا الكام. تفضل افتح لنا الكام. تفضل افتحها من عندك أبو علي. إيه افتح الكاميرا من عندك. ما فتحت أنت. السلام عليكم دكتور، ويعطيك العافية على هالمحاضرة الطيبة، وما شاء الله عليك أبدعت وأسهبت في المعلومات الجميلة عن الطفل. أنا سؤال يعني شوي عن الطفل وبرضو عن الكبير، يعني قضية الإمساك ذي قضية شائكة الكثير منها يعاني، ومسألة القولون. فبالنسبة لحق الطفل يعني في عمر مثلا السنتين أو السنة، إذا صار الطفل يعني يأكل يعني يصير عنده مثلا خلص مثلا من قضية الحليب، يعني ممكن حليب أو الفطم، هل في أكلة معينة مثلا يعني أكل معين مثلا يعني من فواكه أو مثلا بقوليات أو يعني طحين بر أو غيره، أن تساهل في قضية تساعد في قضية الإمساك؟ هم كذلك معكوسة على اللي هي الكبار، والكبار عادة يعني مسألة الإمساك عندهم بمسألة شائكة خاصة اللي يسكون من الغلول. هذه الجزء. الجزء الثاني بالنسبة للأعشاب مثلا البابونج وغيرها هذه يعني، واليرسون والكمون مثل الأعشاب اللي ذكرت جزء منها، هل ينعط الطفل في عمر السنتين وفوق؟ يعطيك العافية دكتور، شاكرين لك المحاضرة الطيبة. أهلا وسهلا. الأعشاب أكرر كلامي ما أقدر أعلق عليها لأن ما عندي خبرة فيها، واللي عنده خبرة يقدر يفيدنا ونستفيد منه نتعلم منه. أما مسألة التغذية فخلينا نبسطها من البداية، نقول إنه التغذية المتوازنة، يعني التغذية ما فيها ما مثل الأدوية إنه تقول أكل الفلانية راح تجيب الماجيك بوليت الرصاصة السحرية اللي تعالج الشيء الفلاني والأكل الفلاني. لا، هو بشكل عام إذا التغذية متوازنة فيها يعني خضروات كفاية، فواكه كفاية، سوائل كفاية، البروتين كفاية، الكربوهيدرات كفاية، يعني حسب النصائح الأخصائي التغذية، فهذه مفروض أنها تتعامل مع كل معظم مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام. يعني الجهاز الهضمي على فكرة الجهاز الهضمي من أضعف الأجهزة في الإنسان. ما أعرف الناس اللي مهتمين بالتطور كيف يفسروها، لكن لو تلاحظون تكرمون الحيوانات اللي موجودين برا شنو ياكلون؟ ياكلون من القمامه يعني، وعايشين حياتهم امورهم في الروب يعني، ولا حاسين ولا هم يحزنون. بس جرب اذا تاكل الشاورما تبع قبل امس راح تكون حياتك صعبه يعني جدا. فالجهاز الهضمي لدى الانسان حساس و يعني غير مؤهل للتعامل مع الاكستريمز، مع الاطراف
القصوى يعني من كل جهة. لذلك الطريقة الأفضل هي أنه يكون الطريقة الأفضل هي الغذاء المتوازن فقط ليس إلا. أبو علي ألو أبو علي سؤال دكتورنا، هل ممكن حليب البودرة للأطفال ممكن يكون سبب للإمساك أو الإسهال؟ أوكي، حليب البودرة إذا كنا نتكلم فإحنا إما نتكلم عن حليب البودرة اللي هو الفورميولا اللي هو في الأطفال الصغار جداً اللي هو حليب مخصص للأطفال، أو نتكلم عن حليب البودرة اللي هو طويل الأجل زي الشركات الثانية اللي تجيب العلب الكبار ونستعمله في العائلة كلها. بشكل عام البودرة مشاكلها إنه مثل قضية الخلط، إذا كان تخلط البودرة بشكل غير صحيح فهي فعلا ممكن تؤدي إلى مشاكل مو بس في الإمساك، إنما إحنا شفنا في المستشفيات أطفال يصار لهم جفاف مرتفع الصوديوم، أو يعني بسبب إنه معطيين الأم كان تخلط تحط البودرة أكثر عما ما تحط المي، فكان يصير الحليب مكثف جدا. لكن أنا أفترض إنه معظمنا ما يغلط في مسألة الخلط هذه، يعرف يخلط الحليب بطريقة صحيحة. بالنسبة للأطفال الصغار مكيال لكل 30 ملي من المي. وتطرقنا لقضية الحليب البقر اللي ممكن يكون فيه بروتين حليب البقر يعمل حساسية للجهاز الهضمي، وبالتالي يصير منه إما إمساك أو إسهال أو آلام بطن أو غازات أو حتى نزيف في القناة الهضمية. فهذه المسألة يعني حسب الأعراض اللي تظهر يتم التعامل معها وحسب الفحوصات اللي يتم بعدين. لكن بشكل عام تقولي حليب البودرة كذي مني والدرب كذي، لا هو ما مفروض انه يعمل مشاكل يعني. شكرا لك دكتور. طفلي عمره سنة تقريبا ويعاني من صعوبة في الإخراج مع ألم وبراز صلب، فما هو العلاج؟ أيضا يعاني من التهاب في منطقة الحفاظ بشكل مستمر. أيوة، مسألة عمره سنة قالت زين. شوف هو بالنسبة للإمساك يحتاج يشوف الطبيب، لابد أن يعمل كل الخطوات اللي ذكرناها من التاريخ الطبي والفحص الإكلينيكي وربما أشعة إلى آخره. بس قضية إنه التهاب الحفاظ قد يكون التهاب حفاظ عادي مثل ما يصير عند أي طفل ثاني، وقد يكون التهاب حفاظ متكرر وشديد بسبب ما ذكرنا عنه اللي هو اللاكتوز انتوليرنس، عدم تحمل سكر اللاكتوز. وفي هذه الحالة وجود اللاكتوز في حليب الطفل سواء كان حليب رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية يؤدي إلى يعني مشاكل في الجهاز الهضمي، ومنها أولا انتفاخ، وجود الانتفاخ في البطن وإمساك وآلام في البطن، وكذلك تكرار الالتهابات الحفاظ لأنه نسبة الحموضة، نسبة الحموضة الحمض يكون زائد في البراز فيحرق الجلد بشكل تدريجي ويعمل التهابات متكررة في هذا. الفحص تبعه بسيط، إنه يأخذ عينة صغيرة من البراز يفحصون شيئين، يفحصون خليني أسجلها لأنه هذه فعلا من الفحوصات الكثير ما يلتفتوا ليها، pH of stools and reducing substances. هذا الفحص، فحصين صغار ورخيصات ومتوفرات، وفي خلال نصف ساعة تطلع نتيجة، أقل من نصف ساعة ممكن إذا في حسب المركز الصحي إذا كان متوفر عنده. أنا أعملها بكثرة هذه الفحوصات، وإذا شفت إنه pH تبعه منخفض يعني نسبة الحموضة كثيرة في البراز أو إنه reducing substances كانت positive، فمعناته أقول للأم غيري الحليب إلى حليب خالي من اللاكتوز، في أنواع خالية من اللاكتوز بحيث إنه يخفف المشاكل الإمساك والآلام البطن ويخفف الالتهابات الحفاظ كذلك. شكرا لك. هناك سؤال ولا أدري إذا هو متعلق بالأطفال أو البالغين، هل تنصح باستخدام الملينات أو منعمات البراز للإمساك الغير مزمن؟
أوكي، الملينات اللي هو الأوزموتكس اللي هي التناظحية اللي ذكرناها، وهي ممكن تستخدمها سواء للإمساك الحاد أو الإمساك المزمن. بالنسبة للإمساك الحاد فهي بتنفع في خلال يومين ثلاثة وخلاص، ممكن يستغني عن الموضوع، ما يضطر يكمل ثلاث شهور ولا شيء. أما الإمساك المزمن فنفس المنعمات والملينات يكملها ما لا يقل عن ثلاثة أشهر. بس ذكرني هذا السؤال بالشيء، إنه بعض الناس يتناولون، ما أعرف تسموها عندكم شنو، إحنا نسميها حلول أو مسهلات، اللي هي الدلكولاكس والبيكولاكس، هذه اللي هي حبوب تأخذها 5 ملغرام ولا 10 ملغرام واليوم الثاني يكون البطن يمشي. هذه يعني أنا أقول يستحسن جدا أن تكون تحت الرعاية الطبية، ما تأخذ بدون استشارة الطبيب، لأنه هذه قد يكون لها مضاعفات شوية. شكرا لك دكتورنا، بهذا تكون انتهت أسئلة الجمهور، وباقي أنا عندي بس أسئلة للفضول يا دكتور، دائما يراودني هذا السؤال، لماذا هناك طب أطفال؟ أليس الإنسان هو الإنسان والأجهزة هي الأجهزة عند الكبار والصغار؟ ليش هناك مثلا أخصائي كلى أطفال، أخصائي قلب للأطفال؟ السؤال هذا مجرد الفضول يعني. لا، سؤال مهم. الأطفال أول شيء نعلمهم طلبة الطب دائما أن الأطفال ليسوا صغار، بالغين صغار، ما هم ميني أدلتس، مش أنه بالغون بحجم صغير، لا، أطفال مخلوق مختلف عنك، تعطيله سبيشيز ثانية، فصيلة ثانية عن الكبار. الأطفال تركيبتهم الخلقية مختلفة عن تركيبة الكبار، يعني كل شيء مختلف عنهم، حتى في الممرات الهوائية، في الأشياء، في مشاكلهم غير، أسباب الأمراض تبعها مختلفة عن أسباب الكبار، نوعيات الجراثيم اللي تصيبهم مختلفة عن الجراثيم الكبار، الأدوية اللي نستعملها حالهم مختلفة عن أدوية الكبار، جرعات اللي نستخدمها حالهم لابد أن يتم قياسها حسب الوزن، يعني بر كيجي، ملغرام بر كيلوغرام، وليس إنه مثل الكبار خلاص أعطي 250 ملغرام مرتين في اليوم وانتهينا. وكل شيء فيه مختلف، حتى في مستوى إنك تبحث عن عرق للأطفال عشان تأخذ منه دم، أطباء الكبار يخافون أنهم رعب يصير، لأن العروق الأطفال أصغر أرق من الإندومي، أرق من الإسباجيتي، تكون رقيقة وصغيرة وشعيرية جدا، فمن الصعب أنك تأخذ حتى عينة دم منها. أطفال لما تسألهم شنو عندك مشكلة راح يبكي لك في وجهك، أصلا بمجرد أن يدخل غرفتك راح يبكي، أنت لا تعرف تأخذ منه حق ولا باطل، ولا تعرف هو يعوره شيء ولا إيش، وحتى لما يبكي لا تعرف أنه يبكي لأنه من ألم فوق والألم تحت، أو أصلا إذا في ألم ولا خوف ما رح يسمح لك تفحصه، أول ما تحط إيدك على بطنه رح يبكي ويصلب البطن، أول ما تحط السماعة على صدره يبكي ويمنعك يعملك ضوضاء، يعني بشكل عام it's a mess. أنت يعني أوكي الكبار بكل بساطة، دكتور أنا اليوم صباح الخير داخل وعندي ألم في بطني، ألم في رجلي، عندي غثيان، عندي كذا كذا، صار لي كذا يوم، أخذ الدواء الفلاني، رحت عملت الفحص الفلاني، تيجي للطفل يدخلك العيادة، يطلع منها وكأنك تشتغل في غرفة مظلمة، تخيل أنت داخل في غرفة كلها ظلام ومطلوب منك تبحث عن مفتاح صغير ضايع في سمر في الغرفة هذه. يعني هذا الفرق بين طب الأطفال وطب الكبار، وشطارتك أنك تروح تحصل المفتاح وتعرف تعالجه بعد. الله يعطيكم العافية ويساعدكم دكتورنا في مهمتكم الصعبة. السؤال الأخير دكتورنا، ما هو نوع الآباء والأمهات الذين ترتاح جدا في التعامل معهم؟ الذين أرتاح؟ إيه؟ والله الآباء يعني هذا أنا أتمنى أكون من هذا الآباء أصلا نفسهم، يكون إنسان perceptive، يكون ملاحظ، يعني ما يجي حقيقة فعلا سؤالك أثار عندي شجون، يصير عندي ما يجيني الأبوين يقول لي عنده ألم في البطن، أقول له من متى؟ يقول لي من زمان. يعني شنو من زمان؟ من يوم، من أسبوع، من سنة، من 50 سنة. حتى أقول لهم بطريقة تهكمية، أقول له إيش عنده ألم في البطن من 50 سنة؟ يضحك يقول الدكتور هذا عمره سنة ونص، كيف تقول؟ أقول له ما أنت ما تحدد كلمة زمان هذه، ما أفهم شنو
زين هل هذا الشيء يصير بتكرار؟ يقول لي مرات ومرات. يعني هو ما بيرسبتيف، هو نفسه ما عنده مصدرة دقيقة للمسائل. في حين احيانا يجي لك لا، الاب والام بالذات، الام الاباء عاده، الاباء مطنشين ولا عايشين عارفين شيء، اطرش في الزفه ولا داري حتى عن ولده شيء. الامهات غالبا يكونوا تقول لك لا دكتور هو يعاني من كذا كذا من اليوم الفلاني، وتطلع لك الموبايل تقول لك انا صورته بالفيديو وعنده شوف الحركه الفلانيه اللي عملها بشفايفه، وبعدين عمل الفحص الفلاني طلع لك من الدروب بوكس تبعه واعطانا هذا الدواء، طلع لك صوره الدواء جرعه معينه. ولما تعطيها العلاج بعض الامهات حتى يجيبون ورقه وقلم ويسجلون كلامي كانهم ياخذوا النوتس، طالب جامعي ياخذ نوتس، يعني هذه زياده لكن حقيقه عجبتني، ويلتزمون بالهذا الكلام بحذافيره. يعني في حين ناس ثاني بعد كل هذا التعب يجي لك الزياره القادمه، دكتور اصلا الدواء اكلته الهوش اكل الدواء يعني، ولا الحبوب هذيك دخلت في الدشتاشة وغسلناها في الغسالة وضاعت. زين يعني أوكي أنا فهمت إنه المعزة أكلت الدواء ولا إنه الحبوب ذابت في الغسالة يعني، بس ليش ما جيت لي تكلمني عن الموضوع؟ ليش انتظرت 3 شهور تجي تقول لي بعدين الكلام يعني؟ ودك تخنق. جميل، يعني ترتاح دكتورنا للآباء والأمهات شديدين الملاحظة المهتمين بأطفالهم. طيب أحيانا إذا هم ما مهتم أنا شو أسوي بعدين؟ يعني إذا هو ما مهتم أنا كيف ممكن أهتم به؟ طيب جميل. طيب هل تصادف دكتور أنواع الآباء والأمهات اللي بيشرح لك شغلك؟ يعني هو اللي بيشخص ويصف الدواء؟ أي تحصل. أيوة فعلا، تقول له اريد اعطي له مضاد حيوي، يقول لك دكتور لا هذا الصغيره ما يتحمل المضادات. اريد اعطي له الدواء، الدكتور لا هذا ما يتحمل. زين اريد اعمل له فحص، لا دكتور هذا الصغير من وين عنده؟ ما عنده دم هو اصلا، من وين تاخذ له الدم؟ وبيصيح اذا اخذت حطت له ابره. فعموما هذا انا ما اني اتضايق، لا حقيقه هذا معناته انه الاب والام مهتم بطفله، وبالعكس ما الومه على هالموضوع، انظر لي بعين رحابه الصدر. واعتقد انه يحتاج اشرح له الموضوع، بس الكاتش وينه؟ بعد ما اشرح له كل التفاصيل اللي يحتاج تنشرح، اعطي له تفاصيل الموضوع، اعمل له ارقام، اخذ والله صراحه احيانا استعين بجوجل ايمجز واطلع من في العياده يعني صور البكتيريا وصور الجهاز الهضمي وصور العروق والعظام والتشريح، وأراويهم هذا يعني أعطيهم درس في التشريح وكذا. بس إذا بعد هذا كله أنا لا أفرض رأيي عليهم، أقول له إذا ما تريد الفحص ماكو مشكلة، أنا راح أسجل في البيانات بالسجلات الطبية إنه الأبوين declined اللاب تيست يعني، أو إنهم ما يفضلون الدواء أخذ الدواء في المرحلة الحالية، أو إنهم ما عاجبينهم الشيء الفلاني. ونو هارد فيلينجز، بدون زعل، بدون حقهم هذا الشيء، وانا ما شغلي افرض عليهم ارائي، انا مجرد ناصح، انا كونسلر، انا مجرد اعطي المعلومات وابين الارائي. وربما الطبيب اللي جنبي في الغرفه الثانيه عنده اراء مضاده ويرتاحوا له اكثر، يعني ما يكون حد صح وحد غلط يعني في القضيه. في النهايه انا اعطي ارائي واقول لهم ها ايش قررتوا، نفحص ولا ما نفحص، نعطي دواء ولا ما نعطي. وغالبا لما ترد لهم السؤال، ترد الكره اللي ملعبهم، غالبا يقول دكتور بس انت اللي ادرى بالموضوع. خلاص اذا انا ادرى بالموضوع خليني اشوف شغلي واقعد هناك يعني. شكرا لك دكتور. هذا اخر سؤال ورد حديثا، وان شاء الله نختم بعده لان انتهى وقت البرنامج. تقول في اوضاع كورونا الحاليه معظم المراكز الصحيه في مسقط لا تعطي اهميه لموضوع امساك الاطفال، ما الحل؟ دكتور حسن انت في اي عياده خاصه؟ وهل ممكن نحضر عندكم الاستشاره؟ عياده خاصه لا، انا ما اشتغل عياده خاصه، فقط في العياده الحكوميه وقت الدوام الرسمي، وعاده يكون عن طريق التحويلات، لابد ان يكون تحويل من مركز صحي الى المجمع ويتم اعطاء موعد، وبالتالي هذا اما الووك ان ما موجوده عندنا في السيستم تبعنا.
بالنسبة لأوضاع كورونا أنا فاهم السؤال الأخت هذه، لأنه فعلاً بعض المراكز الصحية صار عندهم حالة رعب من الاستقبال المرضى، من أول ما تدخل من الباب من بعيد يقول لك ها شنو عندك، إذا عندك مواضيع ما مؤجلة، مواضيع ما أرجنت راجعنا بعدين أو شوف بعدين. هذا وضع مؤسف حقيقة، يعني مفروض أنه لا نعطي أهمية نعالج الناس مثل ما كنا نعالجهم أيام زمان، نأخذ احتياطاتنا، نأخذ كل الأمور المطلوبة، ننتبه للقضايا، نحمي أنفسنا، بس هذا مو معناته أنه نقول لهم خليك بعيد خلاص بيتك لا تعاود، ما هو إذا يعاني يعاني يعني وين بيروح؟ بعض الناس اضطروا يروحوا العيادات الخاصة على أساس أنهم يدفعوا فيها فلوس لعلاج أشياء ممكن قابلة للعلاج في المراكز الصحية وهذا أنا ما بيديني أتدخل في القضية هذه، لأنه أنا كل اللي أقدر أسويه أنا مكلف بعيادتي وبمرضاي وممكن أساعدهم، لكن إذا في مشكلة في مركز صحي ثاني ولا شيء ما يستقبلهم أو ما يعطيهم أهمية، فهذا لو ناس مخصصين على أساس يشوفوا لها الشكاوى والمقترحات يعني والملحوظات. شكرا جزيلا لك دكتور العزيز، الحقيقة أمتعتنا وأفدتنا كثيرا في هذه الليلة، ولقد استمتعنا بالإنصات إليك والاستماع إليك وأنت تتحدث طبيبا اختصاصيا في مجال اختصاصك، ونطمع أن نستضيفك إن شاء الله في وقت آخر لنستمع إليك وأنت في جلباب فيلسوف. الله يخليك تسلم. ربما تحدثنا عن كتابك الجميل المصمم الأعظم أو الفلسفة بصفة عامة بشكل مبسط بأسلوبك الجميل الذي طالما عشقته. الله يخليك تسلم ونشوفك إن شاء الله بإذن الله. الله يسلمك، أشكرك من الأعماق، شكرا لك بحجم السماء، وشكرا لجميع أخواننا وأخواتنا الذين حضروا لقاء هذه الليلة. شكرا لك دكتورنا مرة أخرى. حياكم في أمان الله. في أمان الله، مع السلامة.